أخبار اليوم. ما عدمت بنت واتحرمت من عيالها وحرمت عيالها من إيه؟ تتحرم من عيالها أخرى وتتعيد. الطفل اللي ما شافش ولا منها لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. دخلت وانا في العناية المركزة عشان تبص عليه. قال قلب حاجة. بقت تعمل إيه بقى؟ ممسك كل حتة في وشه زي اللي حسن نمشي مش هتشوفه تاني. تمسك مناخيره وتمسك وشه وتمسك قرصه وتقول له روح. ربنا يبارك لك. وتعالى من صالح من أولياء الله الصالحين. والله العظيم. فين دعوة ونعم الوكيل. لأنهم لو قد صرحت بس أعوذ بالله من قالوا تلاو بقى. قال سابوها رموهن في العناية المركزة 3 أيام. وعاملة ايه يا دكتور حلو زي الفل. وحالة زي دي يسيبوها مفيش دكتور يبقى مباشر معاها بالليل. يسيبوها الساعة 8 ولا 9 وتمرجي اللي يفضل معاها تمرجي. كذا أنا يا جماعة كلهم كانوا مستغربين إزاي ما بتجيش مع الحالة وإزاي أصلاً إن هي ما بتقولش أنا عملت إيه. فضلت مدارية على أساس إن مش هيحصل استكشاف تاني للبطن وهتموت. هتقول ايه تماتت بس حصل نزيف وكده. مش هنعرف اللي جوه. اللي عرفونا دار الشفاء والتقارير انتوا شفتوه وصورتوه. والناس كانوا امنا معانا هناك في دار الشفاء قالوا لنا يا جماعه هيبقى موت وخراب ديار. فاحنا طبعا ما نقدرش ان احنا كنا نسيبها خالص معاها لاخر لحظه والاخر نفس. وسابت طبعا 3 عيال هم واحنا عايزين اهم حاجه حق العيال دي. مش عايزين فلوس ولا عايزين حاجه. اهم حاجه الاطفال دي.